example زي ده ريجيد بار. يعني ايه ريجيد بار؟ يعني ما فيهوش ديفورميشن. ريجيد بار يعني الديفورميشن اللي فيه equal zero، نتيجة المومنت يعني، مش هيكون مومنت لأن هو بيبقى جاسئ جدا، stiff جدا. تمام، is supported by steel rod، يبقى هو مسنود أو مرتكز على steel rod في نقطة A اللي هو steel rod AC، وساند على تمام، وال diameter بتاع ال steel rod هو 20 ملي. والألومنيوم بلوك having a cross section area، عندي ألومنيوم بلوك اللي هو موجود عند نقطة A، مكعب ألومنيوم، مساحة القطاع بتاعته هي 1800 ملي متر مربع، و ال 18 ملي متر diameter bends at AC. هنا عندي عند النقطة A وعند النقطة C في مسمارين، ده شكل المسمارين بتوعي، مساحة الديامتر بتاعهم 18 ملي، subjected لسنجل شير، يعني بيتعرضوا لشير فورس في النقطتين دول. بيقولك if لو الفيلير stress for the steel and aluminum is الستريس بتاع الستيل failed يعني كسر عند 680 ميجا باسكال، والستريس الالومنيوم فيل يعني هيكسر الالومنيوم عند اجهاد يساوي 70 ميجا باسكال، and the failure shear stress for each pin is tau failure بتساوي 900 ميجا باسكال، والشير الفيل يحصل عند 900 ميجا باسكال. Determine the largest load P that can be applied to the bar. عايز يحدد لو انا حطيت فورس P على بعد 0.75 meters من نقطة A تبقى مقدارها كام، قيمتها كام، بحيث انها ما تكسرش الكريتيكال بوينتس اللي عندي اللي هما ايه. اول حاجة ما تكسرش الرود بتاعي نتيجة التنشن فورس اللي هتبقى فيه، وما تكسرش ولا المسمار اللي عند C ولا المسمار اللي عند A نتيجة الشير فورس اللي هتبقى عندهم، وما تكسرش البلوك اللي هيبقى موجود عندي نتيجة الأكسيال لود اللي هيبقى موجود عليه. تمام، وبيقولي عندي فاكتور اوف سيفتي بيساوي 2. جميل، عشان احل مسألة زي دي لازم اول حاجة ابدأ بيها هي الإكوليبريم والإنترنال فورسز. ايه الهدف من الخطوة دي؟ هي انك توجد القوة اللي موجودة عند كل القوة الداخلية، رد فعل نتيجة البي اللي موجودة عند كل القطاعات اللي عندي. طيب لو جينا نعمل إكوليبريم، فخلينا نرسم الأول free body diagram بالشكل اللي عندنا عشان نعرف أحل أشوف الرياكشنات اللي عندي. طيب أدي عندي بيم، أدي البيم اللي عندي، البيم دي supported عند AC بالرد، الرد ده يمنع الحركة فوق وتحت، يعني يمنع الحركة في اتجاه ال Y axis، يعني كأني عندي هنا support هنجت بالمرزة ده ولا رولر؟ لا هيبقى رولر، يبقى كأني عندي هنا support بيمنع الحركة في الواي اللي هو الرولر سبورت الشكل اللي احنا متعودين عليه. جميل، وعندي هنا الفورس P موجودة على بعد مسافة 0.75، وعندي هنا الألومنيوم بار بتاعي. جميل، المسافة من هنا من السبورت للسبورت للسبان بتاعي 2 متر. خلينا نسمي النقطة دي نقطة A ونسمي النقطة دي نقطة B. يبقى المفروض ان هنا عندي رياكشن اولاني في اتجاه ال Y نسميه فورس FA، واتجاه عند B فورس FB. الشكل ده من الاشكال المحفوظة في الاستراكشر اناليسيس 1، احنا خدناه في استراكشر اناليسيس 1، نقدر نطلع على طول قيمة الرياكشن.
كان الرول بتاعنا في الرياكشن هو ان اف اي بتساوي المسافة البعيدة اللي هي 2 ناقص 0.75 اللي هي 1.25 المسافة البعيدة على السبان كله اللي هو المسافة البعيدة على السبان مضروب في اللود. والاف بي فيبقى عندي الإكويشن بتاعتي إن بي مرة بتساوي 1.6 ال F A وB مرة بتساوي 2.67 F B. جميل. يبقى أنا عندي هنا two equations و three unknowns. يبقى أنا عرفت إن الفورس اللي هتبقى موجودة عند النقطة A، يعني الفورس اللي هتمشي في الرد اللي عند نقطة A، تعالى نرسم كده تاني الشكل اللي كان عندنا في المسألة. عندي هنا البن بتاعي، عرفت كده إن الفورس اللي هنا اللي هتمشي هنا اللي هي فورس A، فورس A، وعرفت إن هنا اللي هو الرد الفعل بتاعنا ده هيبقى فورس B، يبقى دي فورس A. إيه لما باخد سكشن عند أي ممبر بيظهر لي نورمال فورسز بتاعتي؟ طبعا هنا مفيش فورسز تانية ظهرت، فورس A هتروح هناك، فورس A عشان يحصل إيكوليبريم للبادي ده، ونفس الكلام هتروح الناحية التانية فورس A. يبقى أصبح المسمار اللي عند النقطة A والمسمار اللي عند النقطة C متعرضين لشير فورس بالنسبة لهم، شير فورس. تعالوا نشوف كده، المسمار اللي عند النقطة A والمسمار اللي عند النقطة C متعرض لشير فورس قيمتها FA، والمسمار اللي عند النقطة A متعرض لشير فورس قيمتها FA. جميل. والرود بتاعي متعرض لتنشن فورس، الفورس بالنسبة للرود هي تنشن قوة شد قيمتها برضو FA، ده متعرض ل FA. والألومنيوم بلوك بتاعي متعرض لكمبريشن فورس قيمتها FB، فهو عايز يعرف قيمة الفورس اللي هتبقى عندي. فأنا هعمل ايه؟ انا مديني هو تاني حاجة، مديني هو ال stresses، بيقول لي ان الفاكتور اوف سيفتي بتاعي بيساوي 2. ايه الفاكتور اوف سيفتي؟ الفاكتور اوف سيفتي هو النسبة بين stress الفيلير الاجهاد اللي هيتكسر عنده ليه الستريس الالاوبل الاجهاد اللي انا هسمح له بيه. يبقى انا هنا كأني بقول له ان الاجهاد اللي هيكسر عنده سواء المسمار او الرود او البلوك هو ضعف الاجهاد اللي انا هسمحهوله. تمام. يبقى الاسترس في، تعال نبدأ بالرود الستيل، الاسترس الستيل الالاوبل بتاعي بيساوي الاسترس الفيلير على الفاكتور اوف سيفتي. يعني الاسترس الفيلير اللي هو كان مديهولي في المسألة 680 ميجا باسكال على الفاكتور اوف سيفتي بتاعه اللي هو 2 يديني 340 ميجا باسكال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هسمح ان يجي على الرود ده ستريس قيمته 340، اكتر من كده انا مش هسمح. يبقى انا واخد فاكتور اوف سيفتي ان الفورس اللي هتيجي هنا تقريبا نص القيمه، او الستريس اللي هيجي هنا نص القيمه اللي يقدر يستحملها القطاع. تمام. طب تعال نشوف الالومنيوم بلوك بتاعي الستريس الالاوبل فيه بيساوي الستريس الفيلير اللي هو 70 اوفر 2 فيديني 35 ميجا باسكال، 35 ميجا باسكال ده الإجهاد المسموح اللي أنا هسمح بيه على القطاع ده.
طيب بالنسبة للبن الاسترس الالاوبل المشير يعني بيساوي ستريس الفيلير على الفاكتور اوف سيفتي بتاعي اللي هو 900 على 2 تساوي 450 ميجا باسكال. جميل، يبقى انا عرفت الاسترس المسموح بيه، القيمة اللي انا عايز الفورس دي تكون بتساويه. طيب اروح للرول اللي احنا لسه واخدينه، ان الاسترس بيساوي الفورس على الاريا. انا معايا ستريس الاوبل وعارف الكروس سكشن بتاع القطاع، فاقدر اطلع الفورس اللي هتبقى موجودة عندي في الممبر، ومن الفورس اللي موجود عندي اقدر اطلع الفورس الكبير. خطوة رقم 3 عندي في البس، انا هنا ان انا هطلع الفورسز اللي هتبقى موجودة او القوة اللي موجودة في كل قطاع. طيب نبدأ بالرد، كان عندنا رد بالمنظر ده كده. الكروس سكشنال اريا بتاعته بكام؟ هو اداني الديامتر بتاعه وقال ان الديامتر بيساوي 0.02 متر او بيساوي 20 مللي تقريبا، فانا اقدر احسب الاريا بتاعتي اللي هي باي ديامتر سكوير اوفر 4 تساوي باي في الديامتر اللي هو 20 سكوير اوفر 4 اللي هو يديني 314.2 مليمتر سكوير. ده الكروس سكشنال اريا للرد. جميل، نروح للرول بتاعنا. الرول بيقول لي ان الاسترس الاجهاد المسموح الالاوبل بيساوي الفورس اللي هي فورس ايه الانترنال على كروس سكشنال اريا بتاعتي. حلو، الفورس ايه مش عارفها، الاريا 314.2 بتساوي الكلام ده بيساوي الاسترس الالاوبل بتاعي اللي هو 340 ميجا باسكال. ميجا باسكال يعني نيوتن بير مليمتر سكوير. حلو، وده الاريا بتاعتي بالمليمتر، فيطلع لي الفورس بتاعتي بالنيوتن. الفورس لما تطلع بالنيوتن هتطلع 16.8 في 10 باور 3 نيوتن اللي هي تقريبا 6.8 كيلو نيوتن. حلو، يبقى ده ايه؟ ده الانترنال فورس اللي تمشي في الرود ده بحيث انها ما تعديش القيمة المسموح بيها الاسترس الالو. طيب الكلام ده احط اللود قد ايه على القطاع؟ لو نفتكر الشكل المسألة تاني، لو انا عندي هنا لود قيمته بي، احط بي قد ايه بحيث انها تسمع في الرد بقيمة تنشن قيمته 106 كيلو نيوتن. يبقى اروح للبي بتساوي الاكويشن اللي انا كنت جايبها قبل كده، بي بتساوي 1.6 اف اللي هي علاقة ما بين الانترنال فورس اللي هتبقى هنا واللود اللي اتحط. لما تعوض عن الاف اي ب 106 يديك لود قيمته 170 كيلو نيوتن. تمام، يبقى تحط 170 كيلو نيوتن يسمى عندك ب 106.8 في الرد، فما يعديش الاسترس الالاوبل 340 ميجا باسكال. تمام، تعال نشوف بقيه الاليمنتس بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. بالنسبه لي البلوك الالومنيوم بلوك بتاعنا اللي هو كان في نهايه الريجيد بودي موجود هنا، عليه كومبريشن فورس انترنالي قيمتها كام؟ كانت اف بي. نروح برضو نفس الفكرة، ان الاسترس الالاوبل في الالومنيوم بيساوي الفورس اف بي على اريا بتاعت الالومنيوم. طيب الاف بي اللي هي الفورس مش عارفها، انا عايز اجيبها. الاي اللي هي 18000 مليمتر سكوير بيساوي الاجهاد المسموح ان هو 35 ميجا باسكال، يطلع لي قيمة الفورس اف بي بتساوي 63 كيلو نيوتن. هي طبعا هتطلع 63 في 10 باور 3 بس انا هحط على طول دي اللي هي محتاج تحط لود قيمته كام
بحيث انه يسمع internally عند البلوك 63. نروح للإيكويشن اللي كنا جايبينها قبل كده، ان البي بتساوي 2.67 الاف، لما تعوض عنها يديك قيمة اللود البي بتساوي 168.2 كيلو نيوتن. يبقى لو انا حطيت لود 168 كيلو نيوتن عند بي، هيديني اجهاد مسموح 35 ميجا باسكال عند البلوك، ولو انا كنت حطيت 106 كيلو نيوتن عند بي يديني اجهاد مسموح عند الرود بقيمته 314. كده فاضل لي البن بنفس الفكرة، بس مع اختلاف ان هو هيبقى شير مش اكتر. فيبقى بالنسبة للبن انا عارف ان التاو الالوبل الافريج بتساوي الاف ايه المرة دي على الكروس سكشنال اريا. لو نفتكر البن حاجة عاملة كده والرد حاجة عاملة كده، يبقى دلوقتي الفورس اللي هتبقى ماشية في اتجاه السنتر لاين للرد هي هتبقى ماشية parallel لل او ماشية في perpendicular على السنتر لاين للبن. الفورس اللي perpendicular على cross section area الرد هي parallel cross section area البن. يبقى الفورس دي بتأثر كأنها tension force على الرود وكأنها shear force على البن بتاعه. يبقى هنا قيمتها اللي انا مش عارفها لسه هوجدها من الجهاد المسموح، والcross sectional area بتاعتي اللي هي الباي في الديامتر بتاعنا اللي هو كان 18 square over 4 بيساوي الإجهاد المسموح هو 450 ميجا باسكال. يطلع لي قيمة الفورس FA الثانية بتساوي 114.5 كيلو نيوتن. يعني ال P اللي أنا محتاج أحطها خلينا نسميها مثلا P رقم 3، لو أنت حطيت لود قيمته 183.2 كيلو نيوتن هيديك فورس internally 114 عند المسمار كشير، اللي هي تديك اجهاد مسموح في الشير فما يتكسرش المسمار. تمام، يبقى دي اللود رقم 3، ده اللود رقم 2، خلينا نسمي تاني لود رقم 1. سؤال تاني، انهي لود من الثلاثة من بي 1 وبي 2 وبي 3 هكتبهم هنا، بي 1 وبي 2 وبي 3. بي 1 كانت بتساوي 170 كيلو نيوتن، بي 2 بتساوي 168 كيلو نيوتن، بي 3 بتساوي 183 كيلو نيوتن. اختار انهي لود بحيث ان يبقى كل الاليمنتس اللي عندي سيف، مش هتتكسر، مش هتوصل للجهد المسموح بتاعها. هختار الاقل اللي هو بي 2. طب ايه الفكرة؟ الفكرة باختصار ان ادي ادي الاستراكشر بتاعنا، وادي اللود البي اللي انا هحطه. لو انا حطيت، تعالى نتخيل ان انا حطيت اكبر لود اللي هو 183، ده اللود اللي كان جاي من المسمار من حسابات البنز بتاعتي. فايه اللي هيحصل؟ هزود اللود، تعالى كده نشوف. لو انا حطيت لود 100 هتلاقي كله سيف، حطيت لود 150 هتلاقي كل الاليمنت سيف، حطيت لود 170 هتلاقي ان هو عدى القيمة المسموحة بتاعت بي 2 اللي احنا كنا جايبينها من ايه، من البلوك، فهتلاقي البلوك اتكسر. فلما البلوك اتكسر اصبح الاستراكتور بتاعي unstable فيقع كله. تمام، لو زودت كمان اللود من عن 168 بقى 175، عديت اللود المسموح فيه الرد، فيحصل ايه؟ الرد بتاعي كمان هيتكسر، يبقى اصبح برضو الاستراكتور unstable. لكن لو انت حطيت اصغر لود اللي هو 168 فهو اقل من الاجهاد المسموح للبلوك واقل من الاجهاد المسموح للبن، فيبقى مسيف كل حاجة، يبقى الستركتور بتاعي سيف. تمام، يبقى قيمة ال P اللي هنحطها أقصى قيمة P maximum ما تعديش القيمة دي هي 168 كيلو نيوتن.